I'll do my best to give you the best tour ever in your life. يعني انا عالم اثار، مش قلت لهم خبير، قلت لهم انا عالم اثار مصريه، عالم مصريات. يعني بصراحه بعدت مني قوي. نزلنا الرحله مع بعض. اول حاجه دخلنا وادي الملوك قدام مقبره توت عنخ، وتعتبر من اول المقابر اللي موجوده في وادي الملوك. لقيت مرشد سياحي كده، يعني هو شكله مصري قدامه مثلا 30 40 بني ادم واقف بعينه وصوته بيتكلم. انا كنت هلف وارجع. الراجل كان بيقول لهم Welcome my friends to the Valley of the Kings. Now you're standing in front of the tomb of King Tutankhamun. This man died very young and he's not famous because he was a great warrior or he opened lots of, conquered lots of countries or widened the borders of Egypt. Never. He was famous because his tomb was found intact. He died when he was about 18 years old. And we are not so sure how he died. If he was hit on his head by a mass hit or something like that, or he died normally when he was on a hunting campaign in the desert, he fell down on his chariot. So we're not so sure. Egyptologists are so worried about his death. Nobody is sure how he died. أول ما سمعت أنا ده، أنا بالظبط كان رد فعلي زي رد فعلي. لو فتحت بقي بصيت للناس اللي معايا خايف ان يكونوا سمعوه، عشان الحاجات اللي انا هقولها مش هتبقى كده. هي نفس المعلومات بس مش متأكد. هتتقال دمياطي او هتتقال على الاقل مصر. فقمت قايل لهم المكان ده زحمه، فيا ريت نروح المكان اللي هناك ده. حطيتهم في حته كده مدارية ما بين ورا الكافيه، حته عاليه كده مش فيها ولا حد. لقيت هناك واحد برضه مرشد مستخبي زيي من الأقصر. فأنا كنت فاكره يعني برضه يعني إيه مش مستخبي، أنا كنت متخيل إن أنا مستخبي، كنت متضايق جدا إن أنا رايح هناك ولقيت حد. فلقيته بقى بيقول لهم Welcome my friends to the Welcome my friends to the Valley of the Kings. Now we are standing in opposite from the tomb of King Tutankhamun and this man died very. وعلى فكرة أنا مسجل له، عشان برضو يعني ومسجل لنفسي. ويا ريت تعملوا كده، سجل لنفسك قبل الكورس وسجل لنفسك بعد شوية من الممارسة. فأنا لما لقيت الشخصية دي والشخصية دي أنا كنت حاجة كده في النص، يعني لا أنا الأولاني ولا أنا التاني. فالحمد لله قررت ان انا اقوي نفسي عشان ابقى على الاقل قريب من الاولاني. يعني انا خريج مدرسه حكوميه ابتدائي اعدادي ثانوي، اعدادي القديمه العسكريه كده، عارفين المدارس دي. يعني ما اخدتش التعليم اللي هو اللي انتم متخيلينه، اللي هو يعني خريج بقى مدرسه انترناشونال ولا حتى برايفت. يعني مش خريج مثلا الايمان ولا الراهبات ولا مدرسه حكوميه عاديه جدا، مستويات اقل من العادي. الانجليزي اللي احنا خدناه في حياتنا عشان نحل الامتحان مش عشان نتواصل بيه. انا عملت، يعني مش هقول انجاز، هو ربنا خلقنا في لسان، صح؟ اللسان ده عارف يتكلم عربي. انت كنت نازل بتعرف تتكلم حاجه؟ لا خالص. عندك لسان، اتكلمت عربي بعد قد ايه؟ يعني اطول واحد هنا اتكلم قعد كام سنه؟ ثلاث سنين. انا بنتكلم وهو عنده سنتين وثمان شهور. اتكلم عربي وهو عنده سنتين وثمان شهور. يعني حتى كانت والدتي بتقول لي عايزين نوديه دكتور تخاطب. انا قاري ان هو ممكن يقعد حتى ثلاث سنين، بعد ثلاث سنين ممكن تقلق. بس فالفكره طالما انت عندك لسان قدر يتكلم لغه واحده، اكيد تقدر تضيف له لغه ثانيه. طب الفكره فين؟ الفكره عندك انت. الموضوع اولا نفسي. في ناس عندها القناعة الداخلية، في ناس بتدخل لي الكلاس مقتنع من قبل ما يسمع أي حاجة مش هيتكلم. طب ده أنا أعمل له إيه؟ هو قناعته الداخلية كده. ده فعلا مستحيل يتكلم إلا لما يبرر القناعة دي، يهد الحاجز النفسي اللي موجود ده. الموضوع في الأول نفسي، الموضوع الثاني بدأ يقتنع بنسبة 10% إنه ممكن يتكلم. بيزهق، فاكر انه كورس لمده شهر هيطلع يتكلم. ده انت قعدت تسمع والدك ووالدتك لمده سنتين، سنه ونص،
في ناس وصلت لثلاث سنين عشان تتكلم عربي. عايز تتكلم انجليزي بعد شهر اتنين سنة؟ ده انت تبقى جينيوس. اعتبر نفسك ما خدتش انجليزي قبل كده. الكورسات حاجة واللي احنا بناخده في المدرسة حاجة. اللي احنا بناخده في المدرسة دي طريقة انتهت من العالم سنة 1945 اسمها Grammar Translation Method. Grammar Translation Method لو ترجمة الجرامر. اي يعني انا، ام يعني اكون، Egyptian يعني مصري. I am، وطبعا بنقولها I am Egyptian. طيب انت لما بتدخل الكلاس بيعلمونا في الحضانة، المشكلة بدأت من اول ما احتكيت بالانجليزي. عندنا اربع مهارات في اللغة، الناس اللي بتاخد معايا انا قلت لهم الكلام ده اكتر من مرة. عندنا اربع مهارات في اللغة، اي لغة في الدنيا فيها اربع مهارات. مهارتين بنستقبلهم ومهارتين بننتجهم. Two receptive skills and two productive ones. استقبال وارسال. طب ايه اللي احنا بنستقبله؟ حد يقدر يقول لي احنا بنستقبل ايه؟ اها، بنستقبل بودنك listening، بتستقبل بعينك reading. طب بتنتج ايه؟ speaking and writing. لما بتسمع كتير بتقدر تتكلم، لما بتقرا كتير بتكتب صح. طب انت اول حاجه خدتها في الكلاس كانت ايه؟ اكتب حرف الايه. بدانا من الاخر مش بدانا من الاول. فاحنا يعني هما يعني قلبوا الايه يعني inside out. يعني ايه inside out؟ من جوه البرد. مش يعني المفروض الدنيا بتمشي تدريجي. تاخد المهاره الاولى بتسمع زي بالظبط ما ربنا خلقنا. اول حاجه عملناها سمعنا ولا كتبنا؟ يعني احنا عندنا ثلاث سنين، حد جرؤ ان هو يدينا قلم وقال لنا اكتبوا الف؟ ولا انت كنت بتعرف شكل حرف الالف لما اتكلمته ولما نطقته؟ ما تعرفش؟ واصلا ما بتقالش الف في الجمله، والايه ما بتتقالش ايه في الجمله، هي جوه مجموعه حروف. فاحنا المشكله بدات من البدايه خالص لما ادونا رايتنج، بعد كده ريدنج، بعد كده سبيكنج، وما خدناش لسنين. ما خدناش. مش مثلا جاء متاخر او جاء دوره في الاخر، يعني خدنا مثلا 4 3 2 1. لا، ده احنا خدنا 4 3 2 ورقم 1 اللي هو الليسننج اهم حاجه. مفيش عندك معمل في ولا مدرسه. ف لما انا بيدخل لي حد عنده 45 سنه ولا 50 سنه ومدرس في مدرسه لغات عايز يشرح رياضيات، ما بزعلش منه. يعني انت بعد 45 سنه اكتشفت ان انت محتاج تاخد كورس. انت اتاخرت بس يعني بيحاول. المشكله مش من عنده، المشكله من السيستم اللي موجود. دي حاجه. الحاجه الثانيه كان كل تركيزهم، انا طبعا مش انا للاسف ما حضرتش المحاضره مع دكتور ميشيل، فمش عارف هو يعني علق على ايه بالظبط. فانا بس محتاج اعلق على الجرامر. كل تركيزهم معانا ان احنا نجيب درجه حلوه في الامتحان. طب اللغه اصلا الهدف منها ايه؟ الهدف، اول هدف من اللغه، الناس بتتعلم لغات ليه؟ عشان تتواصل، مش عشان تكتب ورق ولا عشان تحل امتحان. اه ممكن الحاجات دي تحصل، بس الهدف الاسمى والهدف الرئيسي هو انك تتواصل. لو انا عطشان وفجاه كده جبني في انجلترا وعطشان، لازم اقول I am thirsty ولا ممكن give me water ولا ممكن ادخل السوبر ماركت واقول كلمه water؟ حصل التواصل. الجرامر عمره ما كان عقبه. الجرامر عمره ما كان عقبه. مثال تاني، لو في اتنين دخلوا انترفيو والانترفيو ده بالانجلش، يعني دلوقتي السوبر ماركت صاحب السوبر ماركت عايز يشوف الكاشير بيتكلم انجليزي، مش عارف انا ايه القصه، يعني بنك مصر عايز الناس تتكلم انجليزي، مفيش في مصر حد بيتكلم انجليزي يعني لدرجه ان الخدمه هتتنفذ بالانجليزي مره اخرى. دخل الاثنين، احد الاسئله طبعا بعد introduce yourself قال له tell me about your last weekend. Tell me about your last weekend. عايز يشوف زمن الماضي بتاعه مثلا، او عايز يسمعه بيتكلم بيحكي قصه. الاولاني قال له I went to راس البر and I played football on the beach. I visited my relatives. Then I went to a coffee shop
we had a lot of drinks. الجمل كلها صحيحة. بتكلم الصوت مسموع واضح نطقه معقول جدا. التاني بقى قال له I go to reservoir. I have a lot of fun there. We go to a coffee shop. We have coffee and tea. I visit my relatives and we enjoy all the weekend. أنهي واحد هيتم؟ التاني ده ما قالش ولا زمن في الماضي. بس حصل التواصل نطقه حلو قوي. الكلام معمول له لينكينج من مشاكل الناس في نطق الانجليزي حاجه هم مش بياخدوا بالهم منها. انت لما دخلت الكلاس اول مره لما جيت تتعلم هاو ار يو كانت التيتشر بتقول لك او التيتشر بيقول لك ريبيت افتر مي قول ورايا هاو كلاس كله يقول هاو ار كلاس كله يقول ار يو كلاس كله يقول يو مفيش حد فيهم جرب يقول لك قول ورايا هاو ار يو How are you? How are you? How are you? How are you? في الآخر أنت طلعت بتقول كل كلماتك كده. يعني كده أنا اتكلمت على الجرامر بسرعة. أنت ممكن من غير الجرامر توصل المعلومة لو أنت هدفك الأول هو التواصل وده على فكرة الهدف الحقيقي من تعلم أي لغة. الهدف الحقيقي من تعلم أي لغة هو التواصل. ده بالنسبة للجرامر. فما تشغلش بالك بيه لأن هيعطلك. كل لما تيجي تفكر عشان تقول الجملة صح الجملة هتتأخر وتهتها بس قولها بأخطائها بس وصل معلومتك انت ممكن كلمة واحدة توصل معلومتك الحاجة التانية بعيدا عن الجرامر النطق ما تقولش الكلمات منفصلة ما تقولش الكلمات منفصلة لو تعرف توصل الكلمات في بعضها لو كان في احنا عندنا 5 vowels five vowels يعني خمس حروف بيسموهم في مصر متحركة. متحركة. الأصوات دي أنا مش قصدي الحروف نفسها أنا قصدي أصواتها كمان. يعني كلمة on. on. بدأ ب vowel sound. yes. oh. oh. on. ده أنا عايز أقول لك جربها يعني جرب التيشيرت عليه. try it on. دي مصري قوي. طب try الكلمة اللي بعديها بدأ بإيه؟ بفاول ساوند try it try it كأنها بقت كلمة واحدة. طب الكلمة اللي بعد it on بدأ بفاول ساوند try it on try it on try it on خلاص انت كده بدأت تعرف معلومة اسمها linking عليها عامل كبير جدا في النطق. ازاي تعمل linking للكلمات بحيث ان انت ما تقفش بين الكلمات وبعضها. هل دي مستحيله؟ مش مستحيله بس محتاجه تدريب كتير. ومش على اي حاجه مسموعه، مش على اي نص مسموع. دي محتاجه نص مسموع يكون مناسب لمستواك اللي انت تقدر تفهمه، حتى لو كان ليفل 1. عشان كده عملوا تحديد المستوى. عشان كده لو جالي 20 حد ما بحطهمش